أنس جابر تقرب العرب من منصات التتويج، وصلاح يدعم إنجازات بنات بلده، وكأس الهلال تتجول في منازل السعوديين. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، أهلا بكم. شعور مميز، أنا قادمة إلى نصف النهائي، يلا. بهذه الكلمات احتفلت نجمة التنس التونسية أنس جابر بعد بلوغها نصف نهائي بطولة ويمبلدون، إحدى بطولات التنس الأربع الكبرى، وأصبحت أنس المصنفة الثانية عالمياً، أول امرأة عربية تصل إلى نصف نهائي ويمبلدون. في لفتة جميلة تنم عن روح رياضية كبيرة، هنأ النجم المصري محمد صلاح مواطنته بسنت حميدة بعد أن حققت ميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط. وتوجهت بسنت بالشكر لصلاح ناشرة رسالته الخاصة على مواقع التواصل، معلقة: من أعظم الإنجازات أن يتم تشجيعك من أفضل لاعب في العالم. جبنا لك الكاس، حملة أطلقها نادي الهلال السعودي لجماهير النادي الراغبة في استضافة كأس الأمير محمد بن سلمان في منازلها، وذلك عبر موقع يتيح لك حجز موعد الاستضافة حسب الأوقات المتاحة مقابل أجر مادي. وكان الهلال توج مؤخرا بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي. تخيل أن تقابل نجمك المفضل على الشاطئ، بل وتلعب معه الكرة. هذا ما حدث مع مشجع لنادي ليفربول الذي التقى بفابينيو أثناء قضاء عطلته، ولم يكتفي بالتقاط صورة معه، بل لعب معه كرة القدم على الشاطئ قبل أن يتناول العشاء معاً أيضاً.